السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل اعاده تدوير للغطيان بتاعه الازايز. اي غطيان بقى عندك طلع منها افكار حلوه جدا. اول حاجه هبتدي استخدم كده ورقه من ورق الفوم. هاخد مقاس العرض بتاع الفوم، هيبقى 4 سنتي، والطول هيبقى قد حجم الغطا بتاع الازازه. تمام، وهبتدي اقيس كده المسافه اللي انا عايزاها. هعمل زي مثلثات كده بالمقص، هتوضح اكتر لما اقلب الورقه بالشكل ده، وبوصل لحد طول معين ومش بكمل. تمام، الطول اللي انا سايباه ده هيبقى الجنب بتاع الغطاء بتاع الازاز. تمام، هيبقى حوالي 2 سنتي او 1.5 سنتي. بكمل ورقة الفوم كلها بنفس الشكل. وهبتدي بعد كده هثبتها مسدس الشمع. طبعا هثبت الجزء اللي هو اللي انا ما قصيتهوش. وهقص الزيادات. تمام، بالشكل ده هجيب بقى برضو ورقة من نفس اللون، وهبتدي اثبت كده الغطاء عشان اغلف الغطاء كله بالشكل ده. بحط كمية شمع على الظهر بتاع الغطاء، وبعد كده بقص الزيادات عندي اللي في الفوم. هيجي بقى عند المثلثات اللي انا عملتها من فوق دي، وهثبتها كلها في بعضها بالشكل ده. بحط نقطة شمع وبثبتهم كده جنب بعض. هثبتهم كده كلهم بنفس الطريقة، نقطة بسيطة خالص من الشمع هتثبت معايا بسهولة كده. بعد ما خلصتها هستخدم بقى علقة مفاتيح، اي علقة عندك تكون فاضية، وهبتدي اثبتها كده في الجزء اللي انا عملته. هحط نقطة شمع تحت الفوم، وبعد كده هثبتها وهحط الفوم عليها عشان يبقى شكل الميدالية نفسها مش باين. تمام، هجيب برضو نفس لون الفوم، وهبتدي اقلب كده على الظهر. هرسم رسمة كاب من قدام، نزود شوية حاجة بسيطة، بعد كده هبتدي اقصها. وهثبتها كده بالشكل ده على الدايرة اللي انا عملتها. بخلي الجليتر لفوق، بحط كمية شمع وبظبط مكانها، بتنيها لتحت حاجة بسيطة، بشيل الزيادات اللي في الجنب، هي زيادة حاجة بسيطة خالص، فببتدي اشيلها. هستخدم الفصوص اللي هي الصغيرة دي للتزيين، وهبتدي احط فص واحد كده في نص الكاب او في نص الجزء اللي انا عملته المثلثات اللي من فوق. بقت اجمل ميدالية عملناها من بواقي الفوم. طبعا تنفع مشروع مربح، تقدري تعمليه بمنتهى السهولة. تاني فكرة هستخدم فيها برضو الغطيان بتاعت ازاز البيبس. هبتدي احط كده كمية شمع على الحرف بتاع الغطا، وبثبت فيها غطا كمان يكون نفس المقاس. تمام، هحط برضو كمية شمع بالشكل ده على الظهر بتاع الغطا، وهثبت فيها غطا كمان. انا كده ثبتت 3 غطيان في بعض. بعد ما ثبتهم كده في بعض هستخدم بقى الستيكر. هنستخدم ستيكر كده يكون شكله حلو، وهبتدي اثبته على الغطيان. انا هثبت الستيكر زي ما هو طبعا، لان الشكل اللي انا عاملاه مش متساوي، فلما اشيل الستيكر او الظهر بتاع الستيكر نفسه مش هيديني نتيجة كويسة ومش هيبقى مظبوط. فهبتدي اثبته كده زي ما هو، استخدم الشمع طبعا عشان اثبته. بشيل الزيادات اللي موجودة عندي دي كلها، شلت كده الزيادات اللي موجودة في الجنب، وبرضه هشيل الزيادات اللي من فوق. مش عايزة الورقة تكون ازيد من الشكل اللي انا عامليه. تمام كده، هستخدم بقى برضو الجزء اللي هو من تحت، شلت الزيادات اللي في الظهر بتاعة الغطاء
وهستخدم برضو الستيكر زي ما هو، وهبتدي احط شمع كده على الغطاء وهثبت كده بالشكل ده عشان اقفل الجزء اللي من تحت. بس كده هستخدم بقى الفوم، هستخدم جزء كده صغير من الفوم على قد الغطاء اللي من جوه، وهبتدي اثبتها. هثبت الفوم كده بالشمع، الزيادة هشيلها تمام بالشكل ده. كده شكلها الدايرة إلى حد ما، شكل الغطا مش باين معايا. هستخدم برضو من الفوم الأسود، أنا استخدمت لون فوم يكون لايق مع الستيكر. هقص كده حوالي 1 سنتي أو أقل كمان من 1 سنتي، وهبتدي احط نقطة شمع على الحرف وهلفها كده لفتين تلاتة، بثبتها برضو بالشمع. ومن الناحية التانية برضو هلفها بنفس الطريقة، بس انا قللتها حاجة بسيطة. وهبتدي اثبتها كده، تبقى يد للشكل اللي انا عاملاه. بحط نقطة شمع وبثبت كده الطرف بالشكل ده، ومن الناحية التانية برضو نفس الكلام. بس كده بقى شكلها مظبوط وحلو جدا. هستخدم برضو الورقة وهاجي من عند الحرف كده بشكل المثلث، وهبتدي احط نقطة شمع وهبتدي الفها، بلف طبعا على الظهر، هعمل كأني بعمل رول، بلف شوية وبعد كده بقص بس لحد ما بوصل للمقاس اللي انا عايزاه. بس كده كفاية قوي، بس ببتدي اقفلها الاول بالشمع. هقص بقى الجزء اللي انا لفيته ده، وهاجي من عند الحرف وهعمل زي بزاوية كده وهقص. وبرده الجزء التاني هشيل زيادات، هبتدي بقى اظبط شكلها. طبعا هيبقى شكل البراد، فانا بحاول اظبط الجزء اللي هو بتاع البوز بتاع البراد، فبحاول اظبط الشكل بتاعه. هيبقى يعني لو عملت المثلث بالشكل ده من الناحيه دي، هيبقى الناحيه التانية عكسه. وهبتدي اثبتها برضو بنقطه من الشم كده، بقى براد شكله جميل جدا. نقدر طبعا نعمله ديكور، انا هحط هنا فيه ورد من الورد المجفف الصناعي ده، ممكن نستخدم الورد اللي هو الفوم، ممكن نستخدمها فاضية زي ما هي مفيش مشكلة. ده كده هيكون شكلها. طبعا احنا ممكن نثبت فيها اللي هو المغناطيس ونثبتها على التلاجة، ممكن نثبتها نحطها في اي مثلا ركن، ممكن تحطيها كده كديكور شكلها حلو جدا. انا حطيت فيها اللزق الدبل فيس، وابتدي اثبتها في التلاجة برضو. ممكن تثبتيها باي طريقة انت عايزاها، اي حاجة تكون سهلة بالنسبة لك. وبكده نكون عملنا ديكور من الغطيان، محدش اصلا هيصدق ان ده من الغطيان. ممكن تعمليها لبنتك او لابنك كمان. هستخدم برضو غطاء بس هيكون اكبر شوية من الغطيان اللي انا استخدمتها، وهبتدي برضو استخدم الستيكر وهثبته كده على الغطاء من الجنب. زي ما اتفقنا انا بستخدم الستيكر زي ما هو بالورق بتاعه، هيديني نتيجة كويسة. وبرضو الجزء اللي هو في الظهر بتاع الغطاء هبتدي اغلفه بنفس الستيكر. وبقص الزيادات اللي موجودة عندي. تنفع جدا ان انت تعمليها بالفوم، ممكن تعمليها بالقماش لو عايزة. هبتدي استخدم برضو حتة صغيرة كده من الفوم الاسود،
نفس الطريقة هعملها معاها، وهعمل يد كده للمج، واستخدمت كده قطعة صغيرة من الورق بتاع الكب كيك، وهبتدي اثبت برضو اللزق الدبل فيس حتة صغيرة منها في ظهر المج. وبكده نكون عملنا طقم للشاي براد، وكمان مج للشاي. طبعا تنفع كده كديكور، وممكن كمان تعمليها لولادك تبقى لعبة يعني يلعبوا بيها مع العرايس بتاعتهم. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. سلام عليكم.